أكد سيد سمير عبد الله ناس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين الحرص على مواصلة الجهود بما يحقق التنمية الاقتصادية المستدامة في مملكة البحرين. جاء ذلك بمناسبة إقرار مجلس إدارة الغرفة لتشكيل رؤساء اللجان الدائمة للغرفة في دورتها الثلاثين حيث شدد ناس على أهمية أن تطلع اللجان بشكل فاعل بأدوارها في الحياة الاقتصادية لمملكة البحرين والعمل على تطوير القطاعات المعنية بها ودراسة الم المشكلات والقضايا التي تواجهها والسعي لحلها عبر عرض المعوقات على مجلس الاداره لوضع التوصيات والحلول اللازمه واكد ناس ان تعزيز تفعيل دور لجان العشره الدائمه احد ممكنات الغرفه للوصول الى الاهداف المرجوه سواء على المستوى التنفيذي او الاستراتيجي وذلك من خلال الدفع بالقطاعات التجاريه المكونه للقطاع الخاص الذي ينضوي تحتها مظله الغرفه الى افاق اوسع من العمل لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام باليات ديناميه مرنه ترقى بالمنظومه التجاريه والاستثماريه لمملكه البحرين